الراب. بالإذن يا كبير. واه يا دياب، لحد ميت هتفضل طايش كده. هادي آخرة العلام والعيشة في مصر. مكانك يا خرطوشة ولا حرب؟ العالم مني هقتلها. ليه يا خرطوشة؟ لا بنتي. ايه علي يا خرطوشة؟ هتقتل بنتك؟ أنا حيالله جوز أمها. لا دي بنتنا، بنتنا. ما تلبسش نفسك جنافة واللي عندك يا خرطوشة. أنا خلاص، مفيش حاجة أخاف عليها حضرة الظابط. أنا بتعامل زي برميل البنزين. اللي قرب مني وسخنه هيفرق في وشه ويقلع في الكل. قلت لك اقف مكانك. خلاص اهدى اهدى اهدى. ارمي السلاح اللي في ايدك يا حضرة الظابط. بقول لك ارمي. هاتوا هنا هنا. اقف مكانك. اهدى بالله واعل وارمي السلاح. لو اتحركت خطوه هقتله. وتقتله انت ليه؟ معانك البيعه دي. الضابط اللي تتاخد منه طبنجته ما يلزمناش تاني. ها؟ هتيجي اغلى من الضابط يا خرطوشه؟ انا بعترف يا باشا. تعترف بايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. انت تاجر ايه؟ تاجر سلاح يا باشا. توجع توجع يا باشا. انا تاجر سلاح يا باشا. سلاحك بيوجعك؟ ايوه يا باشا. انت تاجر فين؟ في السلاح وساعده في المخزن يا باشا. فين؟ في المخزن يا باشا. فحالك انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص. خد الزبون يلا يلا. يا عم انت صدقت نفسك ولا ايه؟ انت احسن ابني. كانت ايدك علت يا عم ولا حاجه؟ كانت هتيجي في دماغك ولا زمانك شهيد يا اخي. والله تخيل انت بقى شهيد معتز. قوم يا عم امسك ده الحرز يلا عشان النيابه تشوف شغلها بقى. خلاص بس اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. المخزن جوه كده يا فندم. المخزن جوه يا فندم. مؤاخذه. شمع يا ابن السنادي دي. اجي اركبه معاك البوكس لو تقيل عليك يا حامد. كلني يا صغر. الواد حامد عمل لك حاجه ولا ايه؟ عيب كمان داخلين المأموريه وانت مزنوق مع الجدع جوه وده بيقدم رجله اخر رجل بيقدم رجله اخر رجل. انا ايه جاله تليفون؟ تليفون واحنا داخلين المأموريه؟ عيل سيس يا عم. اه طبعا عيل سيس. انا ابقى ظابط محترم داخل المأموريه واديله تليفون يبقى عايز. يا دي الكسره. بس دوبني. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا حسام. ايه يا ابني انت فين؟ كلمتك كذا مره وما بتردش عليا ليه؟ والله كان عندي شويه شغل لسه مخلصه. اه طب ما تتاخرش عليا بقى يا حبيبتي. مسافه السكه بس انت بصير العروسه. بسيتك العافيه يا حبيبي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. السلام. مع السلامه. اقول لك ايه، انا فرح اختي النهارده ولسه هنعدي على المدير وامي بتستعجلني. يلا اه يا حص بالراحه. حص في ايه بس؟ اظبط لك التانية. لا خلاص يلا يلا. كبرت يا شهندة وبقيت يا عروسة. احفظها وسعدها يا رب. مالك يا ماما؟ شكلك مش فرحان ليه؟ بالعكس يا حبيبتي، ده انا الفرحة مش سايعاني النهاردة. ده اليوم اللي انا مستنياه من زمان. بس انا مش متعودة انك تبعدي عني. مين دي اللي هتبعد عني؟ ده انا متفقه مع ساهر ان احنا عندك كل يوم. وعلى فكره ده شرط انا كاتباه في العقد. كل يوم؟ كل يوم؟ اه يا حبيبتي كل يوم. هو انا ليا غيرك؟ اوعي تصدقيها يا طم، بكره تتجوز مش هنشوفها تاني. دي صاحبتي وانا عارفاها. اخرسي. ربنا يسعدكم يا حبيبتي. يلا بقى يا جدعان انتوا كمان يا بنات. يلا يا رب يا طمطي يا رب. حبيبي يا صباح الفول والفلافل. محمد الحمد لله
السلامة يا حبيبي. الله يسلمك، ايه الحلاوة دي يا عروس؟ اهو انت. فول وفلافل ايه يا واد؟ قول سمك، جمبري، كفتة، كباب، النهارده فرح اختك. والله انا ظابط على قدي في الوادي الجديد ودي اكلتي المفضلة، والبني ادم مننا ابن بيئته يا ماما. يا حرام، ده انتوا بتتعبوا قوي. ده احنا بنتعب تعب ما بنشوفش اللحمة غير في الاجازات. مساء الخير. دي ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميلة. طنط جميلة مين؟ يا واد، بنت عم ماما. طنط جميلة. والله كبرت يا جميلة و... ياسمين. ياسمين، والله كبرت ياسمين واتدورتي، ده انا ما عرفتكيش. بس ايه رأيك؟ في ايه بالظبط؟ لا، اصلي ياسمين، اصلي. أيوة. نعم. تعالى. ايوه. تعالى خلي البنات ياخدوا راحتهم، يلا. طب ما ياخدوه، حد هيشوف. ما تاخدوا راحتكم يا جماعة، يعني ده انا اخوك الصغير مفيش حاجة. معلش معلش، تعالى هكلمك بقى. طب هسجلكوا تاني. ايه بس ايه ده وقته يا ماما، ما تسيبيني مع البنات شوية. انا هكلمك في البنات، ايه رأيك؟ عجبتك؟ هي مين؟ ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميلة. طنط جميلة مين؟ لو كانت عجبتك اكلم لك مامتها واخطبها لك. ايه هو ده، انت عايزة تخلصي مني اوام اوام كده؟ ليه يا حبيبي، مش عاوز اخلص منك ولا حاجة، انا بس عاوز اطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما، ايه القرف اللي انت بتقوليه ده؟ ولا بقول لك ايه، اختك هتتجوز النهارده واخوك بعد شهر هيتجوز، وفاضلش غيرك، عاوز اطمن عليكوا بقى. ايه رايك في ايه؟ في ياسمين بنت طنط جميله. ايوه. بصي، هي في حاجات كويسه وفي حاجات كده مش ولا بد، هي عامه كده بنت واعه. انت محلوه لي بالقصه دي، ما تجيبي. بصي في بنت كانت واقفه على اليمين مش واعه، خش شوفي حكايتها واجي. مش واعه يا بنات. وهي يعمل لكم هم، الفرح هيبتدي وانتوا لسه بتحشي المحشي. ده الكبير لو عارف هيجي يبهدلكم. وانت يا اختي ما تجيش تساعدينا ليه؟ وهو انت على يدك نكش الحني ولا يا اختي؟ تكونيش فاكره للخدامين، احنا حريم جبر البطاش بردك. ما كنتش فاضيه، كنت بسبح الوعد عشان منصور به الكبير مصر، لازما ولا بد منصور الصغير يكون جنبه وملازمه من أولة الفرح. واه، يعني هي دي الحجة اللي نفدت بيها يا نجيبي؟ اتشطري يا فتحية انت واعتدال وهاتوا الوقت. حسرة علينا، الفتنة كلها بنات. اختي احملي ربنا انك ما انتيش ارض بور زيي. دي ارادة ربنا يا عنايات. وبعدين انت مهما حصل الاولانيه، ده انت اللي في القلب يا بيت بأمرت اني لساكي على ذمته وما طلقكيش. مش لازم قلبك الابيض يا حبيبتي. واه 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 واه، جرالك ايه يا مرتي وهي؟ ولسه ما خلصتوش؟ خلص الحكايه ودي وشهله شوي. حاضر حاضر يا عمتي نجاة، حاضر. حالناها حالناها. يا واد رد علي، حتى انا ابوك ما لديتش عليك ترد علي. طب يا واد بهانة، لما اشوفك هيبقى لي معاك حديد تاني. خبر ايه يا ابوي؟ حصليك فلا الشر. اخوكم عمال بيتمسخر في مصر ولا على باله فرحه الليله دي. واه واه واه، لهو دياب ما هيجيش الليله دي ونفرحوا بيه وهو عريس. عارفه يا بنت يا اعتماد، ده لو ما جاش هقطع خبره. بصراحة يا ابويك ده انت اللي اللوم عليك. ليه يا بنت يا نجاة؟ انت عودتنا نقوله الحق وما نخافوش حتى لو على رقبي. وايه هو الحق يا نصحة اخواتك؟ الحق انك دلعت دياب بزيادة قوي لما قوي علينا كلنا حتى انت يا ابوي. اخرس يجي انقطع لسانك. يا ابوي كلنا شايفينه وساكتين، ده هو الوحيد اللي دخل مدارس اجنبية
جامعة الأمريكانية لأنه راجل، ولا عاوزانا أدخلكم الجامعة وأنتوا حريم؟ وجابر أخونا الكبير ما دخلتوش ليه؟ ما هو راجل زيه. غلبت معاه، جابر دماغه ناشفة ومخه تخين واخد الحكاية عافية، لكن دياب آخر العنجود، يتيم وأمه ميتة. ما أمه تبقى أم إحنا كمان يا بوي، يعني إحنا يتامى زيه ويمكن أكتر. لا يا وداد، دياب محدش زيه، ده أمه سابتهولي وهو في اللفة. آه يا دياب، بس لما أشوفك يا ابن الكلب قدها وقدود يا حسام، طول عمرك رجل المهام الصعبة. يا فندم لا صعبة ولا حاجة، دي الحمد لله كانت شكة دبوس. يعجبني فيك ثقتك في نفسك. ثقتنا عليك فينا يا فندم هي اللي بتدينا ثقة في نفسنا. ولا انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ لا يا سيدي، ناس تتهنى وناس تتضرب بالنار. بقول لك ايه، علمت على صاحبنا في العملية الأخيرة؟ كالعادة يا فندم، حضرتك لو خلعت هدومه هتلاقيه معلم كله يا باشا. باشا بعد إذن عليك ما تنساش فرح أختي النهاردة، نطمع في تشريفك أنت والمدام إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يتمم بخير يا حسام. شبعنا بقى يا باشا يوم فرحنا فطلي وما جيتش يا سيدي، بنتي كانت بتولد. تتعوض الجواز الجاي ان شاء الله معتز. تقرير المأمورية هيبقى على مكتب معاليك بكره الصبح ان شاء الله فندم. يا سيدي خليها بعد بكره، اكيد النهارده بقى هتبقى مشغول وعامل فيها ابو العروسه. هو بصراحه النهارده هيبقى مشغول وعامل فيها ابو العروسه فعلا فندم. ربنا يعينك يا سيدي وربنا يتمم بخير. كتر الف خيرك يا فندم، تأمرنا حاجه معاليك؟ شكرا ليكم، ربنا يخليك يا فندم. تعالي بيتك يا باشا. شكلينا رجاله، ربنا معاكم دايما. الله يحفظك يا فندم. الف سلامه يا شباب. العروسه دي النيل والحكومه. الو ايه يا حسام، قلقتني عليك. طمني عملت ايه في الماموريه؟ الحمد لله حبيبتي مسكنا الواد. طب يعني ما كلمتنيش ليه؟ طمني اول ما خلصت، انت عارف انا ببقى قلقانه ازاي. هعمل ايه بس يا سلمى، كنت عند المدير، انا حطير على البيت، البس البدله واجي اخدك من عند الكوافير. طب قول لي يا حبيبي هتلبس انهي بدله؟ السموكينج ده لابو العروسه. طيب البس بقى الكرافته اللي جبتها لك في عيد ميلادك عشان هتبقى ماتشنج قوي مع الفستان اللي انا هلبسه. ماتشنج ايه وبتاع؟ بقول لك سموكينج، سموكينج يعني بابيون يا سلمى. بابيون ايه يا حسام؟ ده انا كده هضطر اغير الفستان عشان كنت بانيه كل حاجه على الكرافته اللي انت هتلبسها. لا وعلى ايه؟ خليك انت بالفستان وانا هغير البدله والبابيون، وهلبس بدله عاديه عشان الكرافته الحمراء اللي انت جايبها لي. حاضر يا حبيبتي، مع السلامه. في لحظه كده غيرت الكرافته وعامل لي مسيطر وكوماندا في الاول بس عشان لسه مخطوبين. كلهم بيقولوا كده في الاول. يسالنا انا اشمعنى؟ لان في الموضوع ده انا قائد. اقول خايف من ايه؟ بقول لك قول يا قائد. والمثل بيقول لك ايه؟ اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. اتفضل فدني. ها ما هو ما انا بقول لك اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. عارف يا ده معتز انت بتفكرني بمين؟ بمين؟ الواد محمد اخويا الصغير. اشمعنى؟ بسم الله ما شاء الله، سكر زيك كده، عسل عسل. يلا يا يلا